إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. نكمل أسبوع الدعم وتقويم الدعم كتابي في اللغة العربية، أسبوع رقم 24، الصرف والتحويل على بركة الله. إذن انقل على إلى دفترك، وضع خطا تحت اسم الآلة وبين وزنه ونوع فعله. يحصد الحصاد بالمنجل فوق الطاولة مبرد، ينفخ الراعي في المزمار، تضع الطباخة المقلاة فوق الموقد. إذن الأجوبة كالتالي: المنجل مفعل ثلاثي، مبرد وزنه مفعل، نوع الفعل ثلاثي. المزمار، هنا المزمار مفعال، نوع الفعل ثلاثي. مقلاة على وزن مفعال والفعل ثلاثي. إذن بلا ما نطولوا، لأن الشيء اللي مطلوب منكم باش ما نطولوش الفيديو، املأ الجدول التالي بعد نقله إلى دفترك: الفعل المضارع، اسم الفاعل، صيغته، اسم الفعول، صيغته. والسلام عليكم. إذن كتب، يكتب، كاتب، لأنه فعل ثلاثي على وزن فاعل، فاعل، صيغته فاعل. مكتوب، مفعول. أحضر، يحضر، محضر، لأنه فعل غير ثلاثي. نحول المضارع ونبدل ياء المضارع ميما مضمومة ونكسر ما قبل آخره. مفعل، محضر، مفعل، محضر، مفعل. إذا واضح باش ما نطولوش. سجل، يسجل، هذا فعل كذلك غير ثلاثي. ناخذ المضارع ديالو، نبدل الميم ياءه بميم مضمومة ونكسر ما قبل آخر. مسجل، مفعل، وهنا مسجل ميم مضمومة وننصب ما قبل الآخر، مفعل. سد، يسد، ساد، على وزن فاعل، لأن الثلاثي فاسم فاعل يأتي على وزن فاعل. خاطب عليكم ساد راه فاعل، لأن سادد، سادد فاعل. مسدود، مفعول. ننتقل لسؤال آخر. إيتي، إيتي باسم التفضيل من الأفعال التالية: قصر، فضل، يسر، سما. إذن قصر أقصر، فضل أفضل، يسر أيسر، سما أسمى. إذن الدرس عنده علاقة بالعدد والمعدود. ضع مكان العدد بالأرقام، العدد بالأرقام، أضع مكانه العدد بالحروف فيما يلي من هذه الأمثلة، سنرى الجواب. إذن الجملة كتقول: يستقبل، قد يستقبل المغرب في نهاية العقد، ديرين 10 ملايين سائح. غادي إذا نقولوا: قد يستقبل المغرب في نهاية العقد 10 ملايين، ملايين، ملايين مذكر. فعشرة عندما تكون مفردة تكون لوحدها، تكون لوحدها تخالف دائما، بحال من ثلاثة إلى 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 تسعة تخالف دائما المعدود. هنا عشرة لوحدها تخالف المعدود، هو ملايين مذكر، حتى هذيك سائح راه مذكر، درنا عشرة. إذا الجملة الثانية كتقول: معدل النجاح في المباراة 14 بالأرقام نقطة. إذا غناخدو هنا، عندنا أربعة دائما تخالف هذا مؤنث، إذا أربعة تخالفه. عشرة عندما تكون مركبة تأتي توافق، ماشي بحال المثال، لاحظوا هنا يا رجعت تخالف، هذا مذكر تأتي مؤنث. هنا عندما تكون مركبة توافق، أربعة عشرة نقطة. إذا هنا بالنسبة للمئة والألف ما عندناش مشكلة، نقولو كي كتجي هذا مجرور بالإضافة، مفرد مجرور بالإضافة، نقولو القرن 100 سنة أو 100، نكتبوها بحال هكا بجوج، كنلقاوهم بجوج صحاح في مجموعة من الكتب. إذا سنتين. إذا هنا يتكون فريق الكرة الطائرة من ستة، لاش؟ لأن لاعبين مذكر، ستة جاءت تخالف لاعبين. هذا بسرعة، هذا واحد البيت شعري عطاوه لينا تما، قالك اقرأ البيتين وفك اللغز بالبحث عن اسم الآلة المقصود. واسم الآلة بعد البحث لقيناه هو مقص، والصحيح هو مقصص، هو مقصص على وزن مفعل كما شفنا في التمرين رقم 1. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفيديو يبقى قصير.